مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية إيراتوستينيس يوم 21 يونيو لأطفال المدارس الإعدادية. النهارده يوم مهم قوي عندنا، يوم مهم في مكتبة اسكندرية ومهم بالنسبة لمركز القبة السماوية العلمي. أماكن كتيرة في العالم النهارده بتحتفل زينا بالتجربة الفريدة دي اللي عمرها دلوقتي 2200 سنة. إيراتوستينيس ابن أجلاوس القوريني المولود في 275 قبل الميلاد. يوم الانقلاب الصيفي مرتبط ارتباط شديد جدا بإيراتوستينيس، لأنه من يوم الانقلاب الصيفي انطلق إلى واحد من أعظم اكتشافاته وأعماله، وهي قياس محيط الكرة الأرضية. وقدر يكتشف ده لما لاحظ أن الشمس تتعامد في أسوان لدرجة أنها مش بيبقى لها ظل يوم 21/6. في نفس الوقت في نفس اليوم كان في زاوية ظل في اسكندرية، فالنهاردة الشمس عمودية تماما فوق ما يسمى بمدار السرطان. بما أن في اسكندرية ظل وفي في أسوان مفيش ظل، يبقى الأرض فعلا إيه؟ مش مسطحة، دي كروية. فلو قدرت أحسب الظل اللي عند اسكندرية والمسافة بين اسكندرية وأسوان أقدر أعرف اللي هو محيط الأرض. هتاخدوا ورق فلين زي ده وتغرزوا فيه القلم الرصاص بشكل عمودي، وتستنوا عند الساعة 12 ودقيقتين اللي هو بالظبط اللي هو بكون الشمس فوق دماغنا بالظبط. بقيس طول القلم قبل ما أحطه يعني، وقيس طول الظل، بكتب طول الظل معاك ورقة ترسمه طول القلم. ادي اول ضلع في المثلث، ثاني ضلع طول الظل، معنى الضلعين في المثلث. وصل المثلث حضرتك، قيس الزاوية اللي فوق دي بالمنقلة، طبعا هيطلع في حدود يعني 40,075 وشوية كسور. احنا النهاردة كنا متقسمين، في مننا كان قاعد انفو وفي مننا كان جايد. انا كنت جايد من الناس، اخدت الاطفال من هنا، استلمناهم من هنا الاول، سجلوا تبع الانفو، بعدين اخدناهم عملنا كده تور حوالين المكان، دخلنا وركشوب طب في الخيمة وعملنا حاجات بالورق كده بطريقة معينة، ودخلنا محاضرة هنا كانت بيقول لنا ازاي بقى نقيس الظل وكده. طلعنا معاهم بره وفي البلازا وعملنا معاهم ازاي يقيسوا الظل وكده. الغرض منها ان يعني الاطفال يتعلموا بطريقه جديده ازاي هم يجربوا كل حاجه بنفسهم، وان هم ازاي يقيسوا الوقت بالظل، الظل ازاي والانجل ازاي والحاجات دي. فدي حاجات جديده وتعليم مختلف بالنسبه لهم غير اللي في المدارس. يعني انا جيت النهارده علشان احضر احتفاليه عملتها القبه وهي اسمها إيراتوستينيس، واحنا بنعمل الورشه كنا عرفنا ازاي في اله بتخلينا اللي احنا نشوف الارض هي مستويه ولا لا. وكمان عملنا تجربه، حطينا قلم على الورقه والشمس بقت تحركه بالظل بتاعه بحيث انه بقت تعمل شبه الساعه. فهمت ان إيراتوستينيس ده كان شخص كان عايز يقيس محيط الارض. كحك العيد كان عنوان ورشة العمل التي نظمتها مكتبة الطفل ضمن البرنامج الصيفي الخاص بها.
النهاردة عندنا احتفالية صغيرة كده علشان العيد وطقوسه، بنعلم الولاد الطقوس المختلفة بتاعت العيد زي كحك العيد، والنهاردة عاملين كحك العيد الولاد بيعملوه بإيديهم ومبسوطين جدا، وأنا شفت أشكال حلوة جدا ومبدعين جدا، بيعملوا أشكال جميلة جدا، وطبعا بيتعاونوا مع بعض، وأكيد هيروحوا بقى يطبقوا الكلام ده مع ماما في البيت، فالنهاردة اليوم بإذن الله يكون حلو إن شاء الله. نظم متحف المخطوطات ورشة عمل تحت عنوان صدر الإسلام. في الحقيقة كل سنة بينظم برنامج صيفي، البرنامج بيكون على مدار 3 شهور غالبا شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، بيكون برنامج عبارة عن محاضرات وعبارة عن زيارة تفصيلية لمتحف المخطوطات. المحاضرات دايما بيكون لها عنوان خاص، وإحنا عنواننا السنة دي هو عصور من ذهب. الأطفال فيه والنشأ هيتعرفوا على مجموعة من العصور، وهي عبارة عن 7 محاضرات تبدأ من أول صدر الإسلام وحتى الدولة العثمانية وتأثيرها طبعا على الحضارة المصرية أو على التاريخ المصري. بنحاول بقد ما نقدر ان احنا نربط كل عصر بالاحداث اللي حصلت في مصر وبالتاريخ المصري، وده في طريقه لربط الاولاد بالهويه المصريه طبعا وبهويتهم العربيه، وعلشان يقدروا يعرفوا التاريخ بتاعهم. اهم حاجه ان الطفل يقدر ان هو يدمج ما بين الحاضر بتاعه وما بين الماضي وما بين بناء المستقبل الجديد اللي هو هيبقى هو جزء منه وهو اللي هيبنيه. السادة المشاهدين، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب، والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.